السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسالتي إلى والد الأطفال الثلاثة الذين قتلتهم أمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في البداية أتوجه بالعزاء لتلك الأسرة الكريمة وإلى هذا الرجل الزوج والأب الكريم الذي أعطانا يعني درسا عجيبا في الصبر والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى على ما حدث له من قتل أولاده الثلاثة. في البداية أسوق له تلك الأحاديث الثلاثة قبل أن أتكلم معه. الحديث الأول رواه البخاري أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من أخذت صفيه من أهل الدنيا، أي من أخذت حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب، لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. الحديث الثاني رواه النسائي بسند صحيح أن رجلا من الصحابة كان عنده ولد صغير وكان ابنه الوحيد، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس مع النبي، ولم يذكر اسم هذا الصحابي، فكان ابنه يلعب حوله وحول النبي، فكان النبي يتكلم مع هذا الصحابي والصحابي لا ينظر إلى النبي بل كان ينظر إلى ابنه، فابتسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له، قال لهذا الصحابي: أتحبه؟ يعني بتحب ابنك ده اللي خلاك يعني منشغل بيه أكتر ما أنت منتبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتحبه؟ فرد عليه الصحابي ردا عجيبا قال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كم يوم غاب هذا الصحابي ولم يأتي إلى المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: لقد مات ابنه الذي كان معه. فقال: هيا نعزيه. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليعزيه هو الصحابة، فقال له صلى الله عليه وسلم: أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله، أم أنك لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عندها؟ فقال: بل ينتظرني عند أبواب الجنة الثمانية. فقال له صلى الله عليه وسلم: فذلك لك، يعني ابنك ده ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية ما دمت احتسبته. فقال له واحد من الصحابة: أله خاصة أم لكلنا يا رسول الله؟ قال: بل لكلكم، يعني كل من يحتسب ابنه أو بنته فينتظر إن شاء الله يوم القيامة عند أبواب الجنة الثمانية. الحديث الثالث والأخير ما رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فيقبضون روحه ثم يصعدون إليه فيقول: كيف وجدتم عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون: وجدناه يحمدك ويسترجع، أول ما ابنه مات قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لهم جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأبشر أخي الحبيب، إن شاء الله يعني لا نتألى على الله، ولكن بحسن ظننا بالله أولادك ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية إن شاء الله، ويدخلك الجنة أنت ويعني وكل أحبابك يشفعون لأهل البيت من أهل الأسرة الكريمة هذه، ثم يكون لك بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. تعجبت جدا من صبر هذا الرجل ومن احتسابه ومن مروءة هذا الرجل، لأنه لم يذكر امرأته بسوء أبدا بل ذكرها بكل خير مع أنها هي التي قتلت أولادها. لكن يا حبيبي لا نحكم على الأمور بالظاهر، الظاهر أن أم قتلت أولادها، لكن باطن الأمور التي لا نعلمها أن الولد الكبير كان عنده توحد شديد جدا، والولد الأوسط كان عنده أيضا توحد لكن بشكل أقل، والولد الثالث أو المولود الثالث كان لسه مولود، والأم كانت بتعاني من ظروف نفسية. وهذا ليس معنى ذلك إن ده عذر للأم إنها تقتل أولادها، لكن أقول قد يكون حدث هذا في لحظة من المرض النفسي أو غياب العقل، وقامت الأم بفعل ذلك، ولذلك أقبلت بعد ذلك على قتل نفسها بأن ترمي نفسها تحت الجرار، ولكن الله عز وجل سلمها. ولذلك هذا الرجل يشهد لهذه المرأة الزوجة ويشهد لهذه الأم اللي هي أم الأطفال، يشهد لها بأنها كانت أحرص الناس على هؤلاء الأطفال ومن أصبر الناس على هؤلاء الأطفال، وأنه ما رأى منها إلا كل خير. واسمعوا معي لبعض الكلمات المؤثرة التي قالها عند صلاة الجنازة. أحد منكم.
لك الصبر يا ابن هذه كانت كلمات هذا الأب المكلوم وهذا الزوج المكلوم في موت أولاده الثلاثة. كل أولاده قتلوا، ومع ذلك هذا الرجل كما سمعتم لم يذكر امرأته بسوء، ما قالش أنا جاي ينتقم من اللي قتلت أولادي، لأنه كان يرى أنها كانت من أحرص الناس على أولادي. وهو حتى لما سافر عشان يشتغل مدرس في المملكة السعودية كان واخد زوجته وأولاده معاه، لكنها نزلت فقط قبل ذلك بفترة يسيرة عشان تولد الطفل الثالث، لأنها كانت محتاجة لمساعدة أهلها، فكان مصر أنها تكون موجودة هناك وتولد هناك، ورغم ذلك سابها تنزل عشان يعني تأنس بوجود أمها وأهلها حولها. سبحان الله، وهو كان بيشهد لها أنها كانت من أحرص الناس على أولادي، وأنه ما رأى منها إلا خيرا، لم يقل في حقها كلمة سيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زوج وفي ورجل محتسب، إنسان عنده خلق، عنده دين، عنده رضا عن الله سبحانه وتعالى. والله ثم والله لا أتألى على الله، ولكن بحسن ظني بالله إن شاء الله يا أخي الحبيب ربنا هيعوضك كل خير إن شاء الله، ونسأل الله أن ربنا يشفي زوجتك وتقوم بألف سلامة وتبعد هذه المحنة الشديدة عليكم بسلام، لأني أظن من داخلي أن أم بمثل هذه الأم صبرت على مرض أولادها وعلى التوحد اللي ممكن يخلي أي أم في الدنيا تصاب بالضجر والضيق، ومع ذلك كانت كما قال ما رأيت منها إلا خيرا، وكانت أحرص الناس على أولادها. فأظن أن ذلك حدث في لحظة غياب عن العقل، لا أقول ذلك مبررا لا، ولكن أقول قد يكون هذا حدث في لحظة غياب عن العقل عشان تفعل هذا، ولما فائت وحست باللي حصل أرادت أن تتخلص من حياتها، ولكن قدر الله عز وجل لها النجاة. بندعو لهذه الأم إن ربنا يشفيها ويعفيها، وأن تمر هذه المحنة عليها وعلى زوجها بسلام، وإن ربنا يعوضهم بأطفال إن شاء الله يملأ عليهم حياتهم بالسعادة والسرور. وده درس لكل إنسان، ما تنساش فضل زوجتك أبدا، ودرس لكل امرأة ما تنسيش فضل زوجك أبدا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه كانت رسالة يسيرة، وأنا الحقيقة في غاية يعني الإعجاب بصبر هذا الرجل وباحتسابه ومروءة هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يصبر قلبك ويصبر قلب العيلة كلها، ويعوض عليكم خيرا، ويشفي زوجتك، ويعوض عليكم إن شاء الله بالذرية الصالحة اللي تملأ حياتكم بالسعادة والسرور إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم جميعا في أولادكم، وأن يحفظ بيوتكم من كل شر، وأن ينجيكم من كل الأمراض الجسدية والنفسية، وأن يستر عليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.